قرن بركه مرحبا بيكم غمسوا المجرد بهرة استوهمان المجرد الى نتيج افلتي دي التاريخ هي غصاد ارسيس فوق لوقت الزونت مدينة دي عزان نضلبه ونتسليم نضلبه ونضيف الله هي غدا غدي تون والمقارد بهرة استوهمان الى تيج يجان المقارد طافن يتهم يلي ووال تليت العبرة اما الدبدر الناب ارسل السليات باسم الوهاب الذي خلق ادم من تراب وخلق الجنة لمن تاب والنار لمن عصى وخاب يسعدني ويشرفني أن ألقي سلام الله عليكم بكل محبة واحترام أهلا وسهلا بكل الحاضرين والمتواجدين نرحب بكل محبة واحترام بالسيد الكاتب العام لعمالة تارودانت هنيئا لنا بك سيدي أهلا وسهلا وكذلك نرحب بالوفد المرافق لك وكل مسؤول بمنصبه نقول له مساء السعادة والمحبة ومساء الخير ومساء السرور على بركة مولانا الكريم نفتتح هذا اللقاء وهذا المهرجان الكبير مهرجان في المستوى مهرجان رائع ويعترف بالتراث لأن التراث أي قلص له جيجا ترشقم هيا غنضل باون تسليم ضيافي الله ندغ بسم الله أشكون تسيدو ووال وكان افد الدغنس بين المحبه نغ ايت قلدي تنغ مغربي تي قوا لا بود الدغن بيد ديالو بيد بهر يستوهمان افد نزل المحبه لمان اي وقلدي نغ غلان نضل باش الشفاء ان شاء الله تي شفا ربي وكان صرش نون دلعز نون رنتاز السلام المحبه لمان زغيد اردر وقلدي نغ فتغيان الرشي كنزار دوري قرشاش يان سي فراد فيت الله